regrets? No. Don't have time to regret. We move on. Because we are acceptable for what we are, not what we think we should be. I'm accepted in myself by what I am, but not as I... مشاهدينا زميلنا وأخونا فؤاد حيدر وهو أحد هو منتج حلقة اليوم وهو يعني فؤاد حيدر كثير من المشاهدين يعرفونه. فؤاد قرر أن يبدأ فصل جديد في حياته وفي مكان مختلف. مشاهدينا فؤاد من الكوادر والمواهب المشرقة كان لنا فرصة مهمة للعمل معاه عن قرب والتعرف عليه من الداخل والخارج. فؤاد حقيقة شعلة من الطاقة والعطاء، شغوف بعمله، محب لزملائه، قدم لنا الكثير وللمشاهدين من خلال سنوات العمل الطويلة من العمل والجهد والاجتهاد. نتمنى لك الخير والتوفيق على أمل لقاء قريب. سامحنا على أي تقصير وكل التوفيق بحياتك القادمة. تأكد أنه مكانك في القلب يعني موجود دوما. نحبك يا فؤاد.